نعم، لا نزال على وقع الاشتباكات الجارية ما بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاثة، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. نحن نستمع الآن إلى أصوات انفجارات بالإضافة إلى دوي القصف المدفعي المتتابع الذي يقصد بعض الارتكازات، سواء كانت هذه الارتكازات للجيش أو لقوات الدعم السريع. في هذا اليوم نفذت المدفعية المنطلقة من قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمالي أم درمان قذائف لعدة أماكن وتمركزات لقوات الدعم السريع في مناطق أم درمان القديمة. وقال شهود عيان هناك أنهم استمعوا إلى أصوات إطلاق أعيرة نارية في بعض الأوقات، بالإضافة إلى انبعاث أعمدة من الدخان تصاعدت من عدة مواقع أيضا في محيط القيادة العامة. هذا المكان الذي تتجدد فيه الاشتباكات ربما لليوم الرابع عشر على التوالي. قال شهود عيان أن انفجارات ضخمة في أرجاء المكان، بالإضافة إلى محيط القيادة العامة وبعض الأحياء التي تجاور القيادة العامة. قالوا بأنهم استمعوا هناك إلى أصوات انفجارات، بالإضافة إلى انبعاث الأعمدة من الدخان. الطائرات المسيرة كان لها دور كبير أيضا في هذا اليوم، حيث قصفت بعض المواقع والارتكازات لقوات الدعم السريع في مناطق الصحافة وجبرة وهذه الأحياء القريبة من منطقة سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. قوات الدعم السريع بدورها ردت بقصف مدفعي على بعض التمركزات لقوات الجيش في منطقة محيط القيادة، بالإضافة إلى بعض المواقع شرق النيل. إذن الهجمات والاشتباكات في هذا اليوم ربما تركزت بشكل كبير على محيط القيادة العامة وسط الخرطوم، بالإضافة إلى محيط سلاح المدرعات جنوبي أم درمان جنوبي الخرطوم. في هذا اليوم ربما أن حركة أو المواجهات المسلحة هذا اليوم والأيام السابقة، المواجهات المسلحة خفتت بشكل كبير، وتم نعم الاستعاضة بالمواجهات بالقصف المدفعي المتبادل، بالإضافة إلى العمل الكبير للطائرات المسيرة. شكرا جزيلا لك محمد إبراهيم مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة السودانية الخرطوم.